مشاهدينا، أطلقت الشرطة السودانية الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم. ويأتي هذا التحرك استكمالا للتظاهرات التي دعا لها معارضو الانقلاب. ومنذ صباح الأحد انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم استباقا لهذه الدعوات، وانتشرت القوات العسكرية في العاصمة ووضعت كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها بهدف إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات. ويعد يوم التعبئة هذا اختبارا للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل يوليو غداة أشد أيام القمع دموية، حين قتل 9 متظاهرين في 30 من يونيو، وتلا ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد خالد الأعيسر، الكاتب والإعلامي السوداني. أرحب بك سيد خالد. كيف ترى الوضع في الخرطوم اليوم؟ تحية لك ولمشاهديكم الكرام، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. كل الأمة المسلمة والشعب السوداني. الذي يحدث في الخرطوم هو تكرار، ربما حتى إذا نظرت أنت وكل المؤسسات الإعلامية التي تغطي الحدث في السودان، ربما تجد أن السودان ظل في دائرة مغلقة منذ عام 2019 إلى يومنا هذا، وكأنما الأخبار حتى تتكرر. ليست الصورة ليست جديدة، وهذا ينوم عن يعني وكأنما هناك حالة فقر للعقل السياسي السوداني الذي لم يستطع أن يخرج من هذا النفق المظلم، ويتبين معالم الطريق إلى مستقبل واعد هادئ ما أساسه وقوامه الاندماج والتسامح والتراضي فيما بين السودانيين. ولكن بالتأكيد الحالة الماثلة الآن هي تعبر عن حالة انسداد أفق، يعني حالة عقم كامل للعقل السياسي السوداني لم يستطع أن يأتي برؤية اقتصادية أو سياسية تتدارك هذه المخاطر. وفي المقابل هناك انهيار كامل للدولة على الصعيد الإداري والاقتصادي، والأسوأ من ذلك كله المنظومة المجتمعية التي بدأت تتفكك، وما وليس دل على ذلك إلا الاقتتال الأهلي الذي انتقل إلى مناطق جديدة في السودان، وليس لم تشهد قتال أهلي من قبل، وهذا هو الخطر الأكبر. نعم، هذا بالفعل خطير جدا. دعنا نشرك معنا السيد نور بابكر، القيادي بقوى الحرية والتغيير. سيد نور بابكر أرحب بك، ينضم إلي من الخرطوم. طبعا هناك من يرى بأنه الاستجابة باتت أضعف شيئا فشيئا مع الدعوات للمظاهرات والاعتصامات، لماذا هذا التراجع؟ طيب، مساء الخير حبيت مرحب بضيف الكريم الرحمة المغفرة لشهداء الثورة السودانية وشهداء الاقتتال القبلي في إقليم النيل الأزرق. فيما يخص السؤال، بالعكس تماما، أنا أعتقد أنه الاستجابة للتظاهرات والاستجابة للقيام والاستجابة للإقامات هي ممتدة ومنتشرة منذ 25 أكتوبر، وأعتقد أنه الموقف 30 يونيو كان علامة فارغة في تاريخ الثورة السودانية. خرجوا السودانيين والسودانيات بالملايين في كل مدن وقرى السودان، أكدوا بخروجهم ربطهم لانقلاب 25 أكتوبر، وربطهم لعودة السودان لمربع الحكم الشمولي الدكتاتوري، ولرغبة السودانيين وحلمهم بأنه السودان يمضي قدم في مسار الدول النامية وينعم بالسلام والحرية والعدالة. أيضا اليوم خرج السودانيين بالآلاف في مدن السودان المختلفة في المليونية التي دعت لها قوى الثورة في الخرطوم وبعض الولايات. بالتالي أعتقد أنه بالعكس تماما، العمل الجماهيري الشعبي هو متنامي ومتصاعد، وأعتقد أنه هو الذي يقطع الطريق أمام الانقلاب حتى يمضي في تشكيله. الآن نحن 9 أشهر ولم يستطع الانقلاب أن يمضي في تشكيل الحكومة، ولم يستطع أن يفرض الأمر الواقع ويعود السودانيين إلى مربع. طيب، سأعود إليك سيد نور. سيد خالد الأعيسر، يعني هناك واضح أنه هناك انسداد بالفعل، والسودان وكأنه دخل في دوامة بين تيارين، كل تيار يريد أن يفرض رؤيته على الآخر. أين المخرج؟
هو بكل تقدير لما جاء على لسان ضيفك من الكريم، وأنا أرسل له التحية من هنا أيضا. الواقع السياسي السوداني شائه إلى حد كبير بتدخل الأجندات السياسية على صعيد التأثير على قرار الأمة السودانية. هناك مكونات سياسية بعينها أرادت أن تنفرد بالغرار السياسي، وهي فرضت نفسها على المشهد السوداني بحكم معطيات لم تعد موجودة الآن على الساحة السياسية. حديث حول دعم الجماهير لقوى حزبية سياسية في التظاهرات هذا غير صحيح. الصحيح أن هذا الشعب السوداني الآن لا يريد أن يرى في المشهد السياسي الانتقالي أي حزب أو مكون سياسي. يريد أن تعود ثورته كما كانت في 11 أبريل 2019 نزيهة نظيفة لا تدخل للحزب فيها. الخطأ الذي وقعت فيه بعض القوى السياسية هي التي تتمسك بفكرة المشاركة خلال المرحلة الانتقالية، وهي فكرة غاصرة انتهت بالسودان إلى هذا الانسداد الذي ذكرته. وبالتأكيد هناك حلول، الحل هو تغليب المصلحة الوطنية على الأجندات والرغبات الحزبية، هذا بالإضافة إلى عزل وفصل الملف السياسي الذي يتصل بالمرحلة الانتقالية من قضايا الانتقال لمرحلة ما بعد قيام الانتخابات. ما لم يحصل هذا العزل وهذا الفصل بين هذين المسارين ستستمر الدائرة كما هو، ستدور الدائرة كما هو عليه الآن. طيب، وبالتالي نحن هنا يجب أن نكون صريحين أستاذ زياد، لا بد من قيام حكومة انتقالية برئيس وزراء انتقالي غير مسيس، تكنوقراط خالص، مهني، كفاءة وطنية لا علاقة لها بارتباط سياسي. وهذا يمكن أن يتم في لمح البصر إذا قدر للقوى السياسية أن تقتنع بأن المشهد الحالي يتطلب قيام حكومة انتقالية ليست مؤدلية. طيب سيد نور بابكر، سمعت هذا الكلام وهو مخرج ربما يرى كثيرون بأنه مخرج معقول وواقعي للأزمة التي تعيشها السودان، لماذا لا تقوم القوى السياسية في السودان بالتراجع خطوة إلى الوراء لترك الأمور تجري بشكل طبيعي وتلقائي؟ أنا أعتقد طبعا أنه التخطيط مخل للأزمة في السودان، وأعتقد أنه ضيفك لم يكن موفق بتوصيف الأزمة إنها بين المدنيين، وأعتقد أنه هذا الخطاب هو خطاب الانقلاب بامتياز. الانقلاب العسكريين قام على الحكومة يرأسها رئيس وزراء غير حزبي، وبالتالي الحديث عن أنه الأحزاب هي السبب والحديث عن أنه الشعب السوداني يرفض الأحزاب، وضيفك يعني عمد نفسه ناطق رسمي باسم الشعب السوداني، هذه قوة سياسية هي جزء من المشهد، هي صانعة للثورة، وهي التي أسست التجمع المهنيين، وهي التي أسست قوة الحرية والتغيير، وهي التي أتت بحكومة مدنية جعلت من الاستقرار واقع في السودان، وعملت اختراقات كبيرة في ملفات اقتصادية وعلاقات خارجية، ووقفت الحرب في عدد من مناطق السودان. بالتالي الحديث عن أنه المدنيين هم الأزمة أنا أعتقد أنه هو غير موفق، العسكريين هم الأزمة، وضيفك لا يجرؤ أن يجرم الانقلاب وهو من عرابي، وتحدث عن أنه في إجراءات تصحيحية ودعم لخطوات الانقلاب بالكامل، فظن منه أنه خروج الأحزاب من المشهد السياسي سيعود للسودان الدولة المدنية والديمقراطية الآن الكل يبحث عنها، ويعني ظهر الوجه القبيح للمؤسسة العسكرية التي تريد أن تختلف السلطة في السودان، وهذا لم يكن الانقلاب الأول، فضل الاعتصام كان الانقلاب الأول على الثورة في السودان، وتبعه هذا الانقلاب الذي اختطف الدولة. بالتالي أنا أعتقد أنه الآن الأزمة في السودان هي بقوة مدنية سياسية ومهنية وشعب سوداني يريد التحول الديمقراطي، وبقوة عسكرية ومدنية أيضا هي تتعطش للحكم الشمول الديكتاتوري وتدعم العسكريين. طيب سيد خالد، للأزمة الخروج من هذه الأزمة يجب أنه القوى المدنية تتوحد حول مركز موحد، هذا المركز يمكنها من استلام السلطة وتشكيل الفترة الانتقالية بمهام محددة تبدي بانتخابات يختار فيها السودانيين. طيب سأعود إليك سيد نور. سيد خالد العيسر، إذن أنت تتحدث بذات اللغة، لغة الانقلابيين، والقوى السياسية هي تمثل بشكل أو بآخر الشعب السوداني وأنت لا تمثلهم. وطالما وجه لي الانتقادات مباشرة، أنا أصدقك القول المشاهد الكريم أن هذا الشخص الذي يتحدث من الخرطوم مع احترامي الكبير له، عندما كنا نبني في ثورة ديسمبر لم يكن معلوما، ولا جلوسي هذه اللحظة أنا لم أسمع به أصلا حتى أكون معك واقعي، وبالتالي ولا وجود له في الساحة السياسية، هذا ابتداء. ثانيا، عندما يتحدث عن أن القوى السياسية متفقة حول رؤية سياسية هذا غير صحيح. هو يمثل قوى إعلان الحرية والتغيير ألف، هناك قوى إعلان الحرية باء، هناك داخل هذه التنظيمات من لا يريد أن يسمع المكون المدني فيما بينه. نحن لا ندافع عن قوى عسكرية،
نحن نطالب بقيام دولة مدنية ليس فيها ايديولوجيات حزبية، ليس فيها هذا التراكم الذي جسدته تجربتهم الفاشلة، هؤلاء الذي يتحدث بلسانهم. نحن ضد مؤسسة العسكرية أن تكون في السلطة، نحن ندعو لقيام دولة مدنية، ندعو لانتقال سلمي سلس، ندعو لقيام انتخابات. هم لا يدعون لكل هذه الشعارات، يدعون لديمقراطية ينفرد فيها المكون الحرية والتغيير ألف ليحكم الشعب السوداني. وهو لا يستطيع هذا ضيفك أن يذهب إلى ميدان من ميادين الساحة التي يغيب فيها الثوار الذين هم الحصان الأسود في الثورة ليخطف فيهم كما كان يحدث الحال في 2019. هم غالع قطيعة مع الشعب السوداني، الشعب السوداني ضاغ من وجودهم في الساحة السياسية من تجربتهم الفاشلة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا ومجتمعيا، ضاغ لأنهم شردوا حمدوك رئيس الوزراء. هؤلاء هم الذين دفعوا بحمدوك لكي يغادر السودان، هؤلاء هم الذين أضروا بالمرحلة الانتقالية، هؤلاء هم الذين جاءوا بالعسكر أنفسهم بالوثيقة الدستورية. هذا الشخص النكرة غير المعروف لديه، مع احترام له، بدون تجريح هو وجه أسهم نقد. هو لم يكن معلوم في الساحة السياسية عندما قامت الثورة. أنا لا أعلم إلى هذه اللحظة، وأنا صحفي متابع على مدار الثانية الحراك السياسي في السودان، هو شخصية مغمورة، بالتالي لا يجب أن يوجه الاتهامات للناس. طيب، ولو الحق الرد كاملا، نحن نتحدث بصيغة أن المطلوب هو قيام حكومة مدنية انتقالية غير مسيسة لا فيها حزب. هو لا يستطيع أن يجلس مع الحزب الشيوعي، هو لا يستطيع أن يجلس مع المساق الوطني الحرية والتغيير. هناك خلافات يعلم القاسي والداني في كل العالم وليس في السودان. طيب، أبسط رجل ولا طفل في السودان يعلم أن القوة السياسية سبب الأزمة، والمكون العسكري يجب أن يعود لثكناته، ونحن من ندعو لعودة المكون العسكري إلى ثكناته، ولا نؤيد فكرة سيطرة العسكر على السلطة. طيب، ولكن ندعو لحكومة انتقالية مدنية سلمية. طيب، تبني السودان المغامرة عليه ثورة. سيد نور، إذا أنتم من أفشلتم التجربة السابقة، وأنتم من دفعتم برئيس الحكومة إلى مغادرة السودان والاستقالة، إذا أنتم المسؤولون عن هذا الفشل في المرحلة الماضية، لماذا لا تتراجعون إلى الوراء قليلا؟ يا عزيزي، هذا الحديث طبعا غير صحيح، وهو مردود لقائله، وانا طبعا يعني لن ارد على هذه الاساءات التي ظل يكررها والصوت العالي. نحن نعتبر ان البراميل الفارغه دائما ما تصدر اصواتا عاليه. نحن موجودون الان في الخرطوم، وانا عايد من موكب اليوم الذي خرج للشوارع وشاركته في هذه الثوره من ضد الطاغيه. موكب اليوم ليس موكب الثوار، الثوار قاطع موكب اليوم، لا يوجد ثائر اليوم في الشارع. انا اعطيك معلومه اذا كنت لا تعلم، الثوار المستغلين لم يكونوا موجودين في مواكب اليوم، خرجتم انتم قوادر الاحزاب، وهذه هي اسس القطيعه بينكم وبين الثوار. تفضل. بالتاكيد هذا هو السلوك الغير ديمقراطي الذي ظل يمارسه ضيفك، وهو حقوق معلوم للعسكريين في السودان. التغييم الفتره الانتقاليه لا يتم بهذا الهياج وهذا التهريج، تغييم الفتره الانتقاليه يتم بالبرنامج الذي وضعته الفتره الانتقاليه ومؤشرات اداء حكومه الفتره الانتقاليه. نحن نتحدث عن انه هذه حكومه جعلت الوضع في السودان مستقرا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. الان نحن نشهد تردي سياسي واجتماعي وسياسي بفعل الانقلاب، ولكن ضيفك لانه يمارس سياسه الهروب للامام لا يستطيع أن يقول الأزمة الآن في السودان هي بسبب انقلاب 25 أكتوبر، وبالتالي ما لم يسقط هذا الانقلاب ويمضي إلى مزبلة التاريخ لا يمكن الحديث عن دولة مدنية خروج. أشكرك جزيلا سيد نور بابكر، القيادي بقوى الحرية والتغيير، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم، والمعذرة لضيق الوقت سيد خالد العيسر، بعشر ثواني لو سمحت. بعشر ثواني على فولكر إن أراد حلا عاجلا للسودان أن يجلس مع هذه القوة السياسية ويجبرها للتراضي حول فكرة تشكيل حكومة من رئيس وزراء مستقل، ثم يفصل ويعزل الحوار حول قضايا الانتقال، التحول الديمقراطي، قيام الانتخابات، الإحصاء السكاني، ما إلى ذلك، في حوار وطني مفتوح لدى الكافة مع بعض الأحزاب التي ربما المؤتمر الوطني لأنه لا يريد أن يشارك في هذه المرحلة، ولكن حسب ما جاء على اتفاقاتهم وحسب ما نصد عليه كل انتهت العشر ثواني. بكل التوفيق. أشكرك جزيلا. المعذرة سيد خالد. شكرا جزيلا لك سيد خالد العيسر، الكاتب والإعلامي السوداني، على حضورك معنا. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، يمكنكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب، كما يمكنكم التواصل معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا. ألقاكم بخير.